السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم إيمان. عارفة إن أنا بقى اليومين اللي فاتوا دول جبت لكم شوية فيديوهات كانت غريبة وعجيبة، وآخرهم بقى تعالوا بقى أفرجكم على سمك. سمك ده حكايته حكاية، تعالوا هتنعرف إيه اللي حصل بعد البنت اللي كانت بترقص متعلقة من شعرها والدنيا اتقلبت عليها. الأستاذ سمك ده بقى غطى على كله. أنا عايزة أعرف بس يعني النيزك هيجي إمتى؟ مش عارفة، عايزة أقول له يا أستاذ سمك من رقص نقص. يعني هو بيقول انا بتحظ، اتحظ يا عم واتشهر، انت حظك تتحظ وبكره هتتحظ اكتر وياخدوك المنتجين المحظوظين ان شاء الله، وتبقى محظوظ زي المحظوظين اللي عدوا الجهه التانيه. احنا بقى خلينا قاعدين كده في البلد دي، الحظ مش عارف لنا طريق. ايه ذنب الصعايده يا عم سمك المشهورين بالرجوله والنخوه انك تكون سبب لمعايرتهم طول العمر؟ ايه الحكايه وحكايه سمك ده بالظبط ايه؟ تعالوا بقى نشوف الفيديو. بس في الاول لاول مره يشوف القناه عندي اتمنى ان هو يشرفني بالاشتراك ويضغط لايك، وما تنسوش تفعلوا جرس التنبيه عشان يوصلكم ان شاء الله اي اشعار باي فيديو جديد انا بنزله. تعالوا بقى نشوف سمك. نصر بس الشهره ممدوح سمك من صهاد من مركز طحطة بلد رفاعة طحطاوي، مقيم في المحلة بياع فراخ. لا أنا حفضرت فراخ كتير بس على مصطفى، ليه؟ أنا بحب مصطفى. لو راح أمريكا وراه ليه؟ عشان أنا بحبه بس، وأنا ابن حظ. يا ما في ناس اتصلت بيا من الصعيد ومن المنصورة ومن كفر الشيخ، من القاهرة، ايه ده، من المحلة نفسها. ياما ايه اللي انت عامله يا سمك ده؟ ده انت مكسر الدنيا. لا مش مستعيبه، ومازال معاه لحد ما اموت مع مصطفى، ندم مصطفى. وانا ساعات افراح بيكون مصطفى باصد عاملها، الناس مش عزماني، انا بروح عشان اتحظ مع مصطفى، عشان مصطفى بيحظني. ما شرطش ان الفرح اللي فيه مصطفى عازمني، بس انا بروح عشان مصطفى، عشان انا بحبه بتحظ معاه. حتى لو في هموم بينسيني الهموم، وما بتعبش، مع ان انا عندي السكر بس انا ما بتعبش معاه. الناس كلها بتحبني وكله بيقول احنا عاوزين سمك، بيقولوا الفرح بلا سمك ما يبقاش فرح. انا ولا بشرب مخدرات، انا ما بشرب مخدرات ولا بشرب الشاي، واي حاجة مضرة للصحة ما بشربهاش. ولو في واحد بيشرب سداير انا بمشي من دمه عشان الريحة. يعني انا وارث من ابويا الفكاهة والحظ وكله، والناس اللي بتقول عامل زي الست وعامل مش عارف ايه. انا راجل صعيدي محترم، كله بيقول احنا عاوزين سمك، ناس بتدي لي مخصوص تقول لي سمك ما رقص في الفرح ما يسماش فرح. الدنيا كلها، العالم كله. انا بطلع هموم، راجل زهقان وكده، وطبعا شغال ببيع فراخ، بلف في الشمس وكده وبتاع، ده زهقان من الدنيا. بحب مصطفى، ان هو مصطفى بيشيل الهموم، ومثلا فيه مزيكا حلوة عجبتني، بس مطرب حلو. يعني مثلا بعد مصطفى ممكن رجليا تخبط كده تقول له خش الفرح. سمك ده بقى يعني ده قصة تانية. يعني سمك مبدئيا من عندي من البلد، هو أصله صعيدي أصلا ومن عندي من البلد، من هنا من العلو. طبعا كل الأفراح اللي بتحصل عندنا هنا في العلو هو بيكون فيها أساس، يعني ما بيجيش بأجر، ما بيجيش بفلوس. الناس تفكر مثلا هو بيجي بفلوس وبتاع الكلام ده، لا لا خالص. سمك بيجي في البداية، بيجي عشان يفرح وعشان يستحظ زي ما هو بيقول، يعني ده مسمى بيسموه كده في الأفراح. بيجي بدون مقابل مادي نهائي، بيجي فرحان في البداية، وفي نفس الوقت بيكون معزوم من أصحاب الفرح، تعالى افرح معانا شوية. سمك يعني أنا مش عارفه من امبارح، يعني زمان جدا، يعني يعتبر من بدايتي هو كان دايما يطلع الأفراح، ويبقى له وقت معين كده في الفرح بيعمل اللي حضرتك شفته ده. عارف إن هو حد كويس ومالوش خالص في المواضيع دي، لانه هو راجل اصلا في الاساس يعني بياع فراخ، بيلف في البلاد بالنهار، بيشقى بيتعب ويروح البلاد، ومثلا بيبيع هنا وبيبيع هنا وبيبيع هنا. لكن قصه المخدرات دي وشرب والكلام ده لا خالص، بعيد عنها. الفتره اللي بعد الفيديو دي لا، ده لا بقى ليه جمهور وناس مستنيين، ولازم تطلع عشان احنا مستنيينك. الفتره اللي جايه اتمنى الكل يكون في خير في البدايه، وفي نفس الوقت